أبيا فيها تزود وارتجي خيرا إذا جنت لياليها إذا جنت لياليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد في برنامج تزود، ورحب بالزميل خالد أبو محفوظ. خالد يا مرحبا. الله يحييك يا عبد الله، وحيا الله أيضا المشاهدين الكرام في فقرة جديدة من فقرات برنامج تزود، وهي فقرة قراء العالم الإسلامي. نتعرف فيها على أحد قراء العالم الإسلامي الذين يصدحون بكتاب الله عز وجل في أرجاء المعمورة. أصواتهم اشتهرت، تعود الناس على تلاواتهم، سمعوا القرآن من خلال حناجرهم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا. نبدأ بضيفنا في هذه الحلقة، هو القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وهو أحد القراء المشهورين جدا، أحد أشهر قراء العالم الإسلامي. طيب، هو أحد أشهر قراء العالم الإسلامي، له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة، وأيضا ولد في غرة شهر ذي الحجة من عام 1335 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق 17 من سبتمبر من عام 1917 ميلادي، وأيضا ولد في قرية أحد القرى التابعة لطنطا بمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية، لقرية شبرا طبعا. أدخله والده الكتاب في عمر 4 سنوات ليحفظ القرآن، وأتم الحفظ في 8 من عمره. وأيضا كان يذهب من قريته إلى المسجد الأحمدي بطنطا يوميا ليحفظ القرآن الكريم، وفي 12 انضم من عمره انضم إلى المعهد الديني في طنطا، ثم تعلم بعض من القراءات، تعلم القراءات 10 بعد ذلك في الأزهر. أحد شهاداته في علم القراء، ثم أخذ شهاداته في علم القراءات، ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن. وفي عام 1950 للميلاد عين قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، كما عين في عام 1955 ميلادي عين أيضا قارئ لمسجد الحسين بالقاهرة. سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، كما سجل المصحف المرتل برواية ورش عن نافع، وسجل المصحف المرتل برواية قالون عن نافع، ورواية الدوري عن أبي عمرو البصري، وكذلك سجل المصحف المعلم والمصحف المفسر. وأيضا في 1977 للميلاد كان أول من رتل القرآن في الأمم المتحدة، وفي عام 1978 كان أول من رتل القرآن في القصر الملكي في لندن، وكان أيضا أول قارئ يقرأ القرآن في البيت الأبيض وقاعة الكونغرس الأمريكي. كان حريصا في أواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة تحفيظ بمسقط رأسه قرية شبرا النملة، وأوصى في خاتمة حياته بثلث أمواله لخدمة القرآن الكريم وحفاظه أيضا. وكذلك كان حريصا على الإنفاق في كافة وجوه البر. توفي مساء يوم الاثنين في 16 من محرم من سنة 1401 للهجرة، موافق من 24 نوفمبر من عام 1980 بعد صلاة العشاء، وبعد أن امتدت رحلته مع كتاب الله قرابة كم يا خالد؟ قرابة 55 عاما في قراءة كتاب الله عز وجل. محمود خليل الحصري. نعم، هو الشيخ محمود خليل الحصري بالفعل، صلى الله عليه وسلم يتقمده بأسر رحمته. نستمع إلى بعض من تلاوته المصورة قديما، متابع. تزود واسأل المولى بأن يجزيك إحسانا، تزود خير ما يجنى فشهر الخير قد حان. تزود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما بينهما صلحا،
والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا تزود خير أيام فما أحلى الضياء فيها تزود وارتجي خيرا إذا جنت لياليها إذا جنت لياليها. إذن هي رحلة مع القرآن الكريم امتدت لما يقارب 55 سنة، صلى الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبل ما قرأ من قرآن كريم وما بقيت له من تلاوات منتشرة حتى هذه الساعة. شكرا لك يا خالد، بالفعل كانت هذه فقرة قراء العالم الإسلامي. أما الآن فسننتقل إلى زميلنا الأستاذ أحمد المطوع في البرنامج الجواب الكافي وبرفقته فضيلة الشيخ علي المري ليجيبوا عن أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة. فإلى هناك مشاهدينا الكرام، مشاهدة ممتعة لبرنامج الجواب الكافي. للفؤاد السائلين